مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا بعد بدء التهجير القسري من أحياء حلب الشرقية؟ ما تأثير فقدان مدينة حلب على مسار الثورة؟ وهل نحن على أعتاب انطلاق ثورة جديدة تصحح المسار وتكمل الطريق؟ أسئلة تلخص محاور هذه الحلقة من برنامج سوريا في أسبوع، والتي يسعدنا أن نستضيف خلالها رئيس المكتب السياسي لتجمع ألوية فاستقم الدكتور زكريا ملاحفجي. حياكم الله دكتور معنا في هذه الحلقة. التهجير القسري بدأ بالفعل في أحياء حلب الشرقية، ما الذي يمكن قوله؟ نعم، طبعا حلب عانت من حصار مدته أكثر من 100 يوم، يعني 100-120 يوم تقريبا، ومأساة إنسانية كبيرة كبيرة جدا اللي حصلت في مدينة حلب. نادينا المجتمع الدولي مرارا وتكرارا، يعني من أجل ممرات آمنة إلى آخره. كل الاتفاقات اللي يعني أبرموها الروس تارة في أنقرة، وتم الاتفاق على بنود، ثم اتفاق ما بين روسيا وواشنطن، وكلها تم نسفها من قبل الروس بشكل كامل. الروس كانوا يراوغوا من مكان إلى مكان إلى آخره. الإيرانيين كانوا عم يسعوا لكسب نفوذ تحت مظلة النفوذ والغطرسة الروسية الكبيرة من أجل إفراغ مدينة حلب من المدنيين ومن المقاتلين. الضغط، قطع سبل الحياة عن مدينة حلب، والضغط الشديد، يعني حلب بقت بلا مشافي، حلب بقت بلا 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 دواء، بلا خبز، بلا وقود. سبل الحياة، المحطة، محطة المياه تم تدميرها. كل سبل الحياة في مدينة حلب تم تعطيلها. الغاية كان الضغط على المدنيين وأحداث كارثة إنسانية حقيقة من أجل إفراغ هذه المدينة والسيطرة عليها، إخراج العسكريين والمدنيين والسيطرة على هذه المدينة. هناك نفوذ إيراني عم يسعى بامتداده من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان، هذا واضح. نعم. مع الغطرسة الروسية والتوحش، حقيقة هناك توحش وتوغل عجيب كان في 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 دماء يعني أهلنا في حلب، أمام صمت، أمام إعاقة المجتمع الدولي وصمته العجيب. مجتمع دولي غير قادر على ممرات إنسانية من أجل المدنيين، أمام الروس يعني جاءوا بترسانة عسكرية كبيرة أعلنوا عنها وكأنهم سيخوضوا حرب دولية، وهن عبارة عم يخوضوا حرب على أحياء فقيرة بسيطة مهدمة تبحث عن حياة وتبحث عن خبز وتبحث عن كرامة. صبرت صبر عجيب طيلة سنوات. هناك غطرسة، هناك توحش حقيقي من أجل السيطرة على هذه المدينة، والإيرانيين يمتد نفوذهم. هذه الحالة التي كانت في مدينة حلب. العسكريين طالبوا بممرات لكن ما كان هناك استجابة، فكان هناك اتفاق من أجل يعني الخروج من المدينة وإنهاء ما يحصل. لا المجتمع الدولي قدر يعمل شيء، وهذا المجرم المتوحش حقيقة والميليشيات الموجودة اللي طغت وأجرمت أيما إجرام، يعني ما عرف التاريخ من الحرب العالمية لليوم، هكذا إجرام اللي حصل في حلب لا يعني لا يمكن تعبر عنه لا كلمات ولا صور. كل ما نقل هو جزء من المشهد، جزء من الواقع اللي حصل في مدينة حلب. اليوم الميليشيات، حتى الاتفاق الأخير واللي صار في اتفاق ما بين الفصائل وما بين الروس، حتى هذا الاتفاق يعني أساءوا له. أول مرة تم نسفه، ثاني مرة اللي هو اليوم تم استهداف القافلة ويعني جرح ثلاثة وتم إطلاق النار، حالة أرادوا هذا يعني الإجلاء دكتور، هذا الإجلاء والسيطرة. كان مقررا أن يكون يوم أمس، لولا الحديث عن خلافات روسية إيرانية عطلت عملية الإجلاء يوم أمس. وكان هناك حديث أيضا عن أن الإيرانيين طلبوا أن يكون هناك يعني في مقابل إخراج أهالي مدينة حلب الشرقية، إخراج للمقاتلين من كفرية والفوعة، وربما الروس لم يكونوا يعني لم يكن هذا ضمن الاتفاق الروسي التركي في هذه الصفقة. هناك منحية مثل ما ذكرت لك قبل قليل، الروس عقدوا اتفاقات إلى آخره، هناك خط للروس، لكن هناك
سعي الامتداد نفوذ إيراني هناك. لاحظ ليش كفرية والفوعة، هناك أصلا هناك اتفاق، هناك هدنة، هناك الأمم المتحدة يعني في مواعيد لدخول الغذاء والدواء ومواعيد للخروج إلى آخره. فما علاقة ربط حلب بهذا الموضوع؟ يعني واضح تماما أنه التغول والنفوذ الإيراني اللي عم يحاول يمتد، الميليشيات الموجودة، طبعا في حلب لا يوجد جيش نظام، وجوده قليل جدا، الميليشيات الإيرانية هي الموجودة، هي تعرقل، هي لها السطوة. حتى الاتفاق، يعني الاتفاق الذي حصل في حلب حصل كما هو معروف ما بين الفصائل وما بين الروس، وبعد ما حصل اتفاق على 4 نقاط تم إرسال هذه النقاط إلى موسكو حتى جاءت الموافقة لضابط العمليات الموجود في حلب الجنرال الروسي، حتى تمت الموافقة ومشت العملية. إذن المشهد فيه إيرانيين وفيه روس وفيه ميليشيات ولا أحد آخر، نعم. يعني لا سيادة وطنية ولا دمشق ولا سوى على الإطلاق. نعم. هذه الخلافات ربما يعني برزت إلى السطح مؤخرا بأكثر من وجه، ربما ما تم من عملية إجلاء في حلب والخلاف حولها بين الروس والإيرانيين أحد هذه الخلافات. هناك أيضا كان حديث عن استهداف الروس لمواقع ميليشيات إيرانية في رتيان ونبل والزهراء. كل هذه الخلافات وكل ما يظهر إلى السطح منها على الأقل، هل يمكن المراهنة عليه إلى اختلاف هذين الحليفين وانعكاس ذلك على الأرض صالح الثوار؟ ما بتصور هناك يعني مراهنة عليه على المدى القريب، ممكن على المدى البعيد ممكن. واضح أنه يعني حتى أنا عبرت مرة، يعني مشروع ولاية الفقيه عم يمشي والروس عم ينفذوه لا شعوريا. يعني الروس كان في عندهم توجه ما، انه بقاء بشار الاسد، بقاء قواعدهم الى اخره، لهم اهداف مختلفه، تدخلوا جويا، لكن الذي يكسب هو الذي تدخل بريا. يعني جواد وقاسم سليماني اللي عم يحرك الميليشيات المتحركه في كل سوريا، واللي عم يحاول يبني نفوذ ويعمل صفقات والى اخره، ويجيش يعني اعداد من القطعان الشباب اللي عم يجيبوهم من اصقاع الدنيا الى سوريا حتى يقاتلوا. فواضح انه في مشروع ايراني، مشروع ولايه الفقيه، امتداد نفوذه هو الماشي. هناك الروس في لهم اهداف محدده تختلف بعمومها عن المشروع الايراني، لهيك كل فتره بيحصل تصادم يعني ما بين ما يريد الروس وما يعقدوا من صفقات. كروسيا الاتحادية كدولة كبيرة هي تعقد، هي إلى آخره، لها هيمنة، لها صلف، لها غطرسة في القوة. هناك تعارض أحيانا ما بين الميليشيات الإيرانية ما بين الروس، فبيحصل أحيانا هذه المشكلة. ولهيك لاحظنا يمكن حصل مرتين أو ثلاثة، آخرها في الراشدين اللي هو البارحة، لما صار في أنه الميليشيات الإيرانية عطلت الخروج، فنحن وصلتنا معلومات أنه تم استهداف لنقاط لحزب الله في حي الراشدين. واضح أنه هناك خط إيراني مختلف عن الخط الروسي. الخط الإيراني الممتد على الأرض اللي عم يسعى على النفوذ، واللي عم يعمل بطريقة أو بأخرى تغيير ديموغرافي، عم يحاول يعمل حواضن لمشروعه وأفكاره إلى آخره. في خط عم يشتغل بهذا الشكل، وهناك الخط الآخر الروسي المتوحش الغطرسي اللي تريد سيطرة، تريد يعني وجود، تريد تحدي الاتحاد الأوروبي. أمريكا لها حسابات أخرى بموازين القوى الدولية، يعني هذا خط آخر. لهيك كل فترة هناك تصادم ما، لكن ما بتصور على الإطلاق أنه على المستوى القريب يكون في تصادم ممكن يكون مفيد يعني، لكن على المستوى البعيد ممكن. نعم. دكتور، الملفت أيضا في اتفاق الإجلاء الذي تم بين الروس وبين الثوار أنه كان برعاية تركية. السؤال، هل انحصر الدور التركي في دور الوسيط في مفاوضات من هذا النوع؟ هلا بالنسبة لتركيا هي عندها تحديات. الآن هي الاهتمام الأول لدى تركيا اللي هو مشروع درع الفرات، اللي هو يعني تحرير أو طرد الميليشيات الإرهابية المتمثلة بداعش والبيدية من الشمال السوري. طبعا هو هذا أيضا هدفنا، نحن 3 سنوات نخوض معارك عنيفة مع داعش،
ومن سنتين هناك أيضا معارك مع البيدي، لأنه عندما تقدموا في الريف الشمالي وطردوا يعني أهالي القرى اللي ما زالوا هي يعني الشتاء الثاني اللي بمر على المنطقة، وهن يعيشوا في خيام ويعيشوا في ظروف مأساوية صعبة جدا. فكان هذا المشروع التركي اللي هو درع الفرات، قبل سنة ونصف طرح مشروع أمريكي تركي، لكن الأمريكان ما مشوا فيه وعطلوا. الاهتمام الأساسي بالنسبة لتركيا منصب في هذا الهدف، لكن أنا اللي بقوله ما يحصل في حلب تحديدا، وما يحصل في سوريا، لكن التركيز تركيز الروس من أكثر من عام على حلب. ما يحصل هو إجرام بحق الإنسانية، مأساة إنسانية كبيرة، حرب إبادة، توحش وتغول بدماء أهلنا في حلب. هناك مسؤولية إنسانية على كل إنسان وكل من لديه إنسانية في العالم، ليست مسؤولية تركيا فقط أو مسؤولية دولة فلانية سواء كانت قريبة أو بعيدة، هو مسؤولية كل من يحمل إنسانية حقيقية، لأن هناك إنسانية تذبح وتنحر في مدينة حلب. المجتمع الدولي يتابع، كنا نأمل وقفة من الجميع، من كل نعم أشقائنا وأصدقائنا بلا استثناء، أن يقفوا وقفة جادة حقيقية ويوقفوا ما يحصل في حلب. للأسف أهلنا في حلب نكبوا بخيبة أمل كبيرة كانوا يعقدوها على الشعوب وعلى من يسمون أصدقاء وأشقاء، خيبة كبيرة أنه ما أحد حتى ضغط من أجل فتح ممر لإخراج جرحاهم. فكان في النهاية لا، قرروا يعني ترك ديارهم ومدينتهم اللي ولدوا وعاشوا فيها ليحل فيها ميليشيات أخرى. حلب التي تصبح الآن محتلة بشكل حقيقي من قبل ميليشيات جاءت من أصقاع الدنيا، عم يحركها جنرالين اللي هو جواد وقاسم سليماني، اللي هو عم يتحركوا في مدينة حلب وفي غيرها من المدن دكتور، السورية. يعني فيما يتعلق أيضا بعلاقة تركيا فيما يجري بحلب، هناك اعتقاد لدى البعض بأن درع الفرات التي تضع نصب أعينها يعني محاربة تنظيم الدولة والميليشيات الكردية الانفصالية بالدرجة الأولى ربما أضعف من جبهة مدينة حلب بشكل أو بآخر، ما مهد للوصول إلى هذه المرحلة؟ هلا هذا الموضوع اصلا الجبهات، يعني خلينا الان مثلا دعنا من درع الفرات، اصلا هناك جبهات للجيش الحر مقابل تنظيم الدوله من 3 سنوات، يعني من اخر 2014 من او من 2014 عفوا الى يومنا هذا، هناك جبهات لم تتوقف مع داعش ولا تستطيع ايقافه اصلا، لانه انت امام يعني اما انك تدفع هذا التوحش من تنظيم الدوله واجرام يعني في اهلنا وهي المناطق، واما انك احد امرين، يعني اما تواجههم وتمنع تقدما او انك بدك تسمح لهم. فبطبيعه الحال هناك مواجهه. درع الفرات كمشروع تركي هو مفيد بعمومه بمجمله، لانه انت اصلا عم تواجه، فاصلا هناك دوله وقفت معك وساندتك لوجستيا مدفعيا وحتى بسلاح الطيران من أجل أنه الانتهاء، يعني هناك مصلحة مشتركة للأشقاء الأتراك وللسوريين أنه ما يبقى هناك داعش في الشمال السوري ولا البيدي اللي لهم مشروع خارج سوريا وارتباطات ومنظمة إرهابية فعلت ما فعلت. نعم. لكن هل هي يعني أثرت؟ ما بتصور، حتى وإن أثرت تأثير طفيف، لأنه أصلا هناك معارك مستمرة لا يمكن تتركها على الإطلاق. لكن اللي أثر حقيقة أنه صار الانتقال من الشمال، من شمال حلب إلى حلب فيه صعوبة، لأنه تقدم النظام في رتيان وتقدم البيدي في تل رفعت قطع الـ صار في هناك قطع ما بين، يعني خلينا نقول من جرابلس لعزاز، هذه المنطقة صارت مقطوعة، لا يوجد طريق سوى من الداخل التركي حصرا، ما عاد هناك طريق جغرافي ممكن توصل فيه إلى حلب. نعم. صار في عندك يعني خارطة جغرافية ورسم صراع جديد مختلف يعني، نعم. فلهيك ما اسمح لي بتصور دكتور، أنه هناك. نعم نعم اسمح لي فقط أن نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نتابع بعده بقية محاور هذه الحلقة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بالدكتور زكريا ملاحفجي. دكتور، بالعودة إلى ملف حلب، اتباع نظام الأسد لسياسة الأرض المحروقة في حلب وفي كثير أيضا من المناطق، ما الذي يبحث عنه من خلف ذلك؟ هل يبحث عن
نصر معنوي للسيطرة على أرض لا حياة فيها في النهاية. تماما. هناك معارك لها أهمية عسكرية، وهناك معارك لها أهمية إعلامية سياسية معنوية، تختلف هذه. بالنسبة لحلب وهذه الأحياء اللي أصلا النظام أغرقها بالبراميل والتدمير، هذه الأحياء البسيطة الفقيرة اللي عانت ما عانت خلال سنين طويلة، يعني من 5 سنوات، من 2012، النظام يريد السيطرة على هذه المدينة لبعد سياسي، بعد إعلامي، مكسب معنوي كبير، أنه هو مسيطر على المدن وأهم مدينتين في سوريا. يعني لاحظ أنه داعش كانت تتقدم بتدمر، بغض النظر عن الجدل أنه داعش وصورته وإلى آخره، داعش تتقدم بتدمر وهو يركز على حلب. أكثر من سنة وثلاث شهور منذ التدخل الروسي للآن كل التركيز كان في مدينة حلب. الإيرانيين الميليشيات الموجودة واللي يعني بتتجاوز 70% من القوة، وبتقريرات دولية ذكرت ذلك، يعني كل تركيزها كان باتجاه مدينة حلب. المعارك الضارية، عدد من المناطق السورية تم هناك عمل هدن ويعني إفراغ للحواضن وإلى آخره، وتجميد وتجميد جبهات، جرى عدة أشياء في سوريا، وكان في تركيز على مدينة حلب، حتى يقول النظام أنه أنا مسيطر اليوم على أهم المدن والمراكز الحيوية المهمة، يعني العاصمة والعاصمة التجارية اللي هي مدينة حلب. فهو اهتمامه بهذا الشكل، عدا أنه في الخلفية الأيديولوجية الإيرانية الطائفية بيعتبروا حلب ضرورة للسيطرة، من أجل السيطرة على الحواضن الباقية. لكن بتقديري أنه يعني هذا الصراع لن ينتهي بالسيطرة على حلب، هذا الصراع سيستمر. السوريون ناضلوا طويلا أمام عدد من المستعمرين وسنين طوال حتى حققوا فعلا تحرر حقيقي. اليوم نحن أمام ظاهرة يعني احتلال جديد المتمثل بالميليشيات الإيرانية والإيرانيين، واحتلال متمثل بروسيا، وإجرام وتوحش كبير من قبل عصابة الأسد. فهؤلاء السوريين اللي صبروا 6 سنوات وقدموا ضريبة كبيرة من دماء وأبناء إلى آخره، وصابروا مصابرة كبيرة جدا، لا يمكن على الإطلاق أن يهدأوا حتى يحرروا بلادهم. نعم، هذا يدفعني دكتور للسؤال عن كون حلب انضمت في وقت متأخر إلى ركب الثورة مقارنة بالمدن السورية الأخرى، هل يقلل ذلك من كارثة فقدانها على مسار الثورة عامة؟ أخي الكريم، مسألت أنه انضمام دور متأخر إلى آخره هذا له اعتبارات. بالتأكيد المدن الكبيرة المتركزة فيها الأجهزة الأمنية وإلى آخره مختلفة عن المناطق الصغيرة والأطراف وإلى آخره، وهذا يعني هي مسألة، هذا مفهوم مسألة مفهوم ثانية. دكتور، لكن أنا أتحدث تماماً عن تأثير ذلك على مسار الثورة. بالتأكيد، لأنه إذا تابعنا الفترة الأخيرة الصراع المحتدم الحقيقي الكبير وين كان يتمركز؟ يعني كان يتمركز في مثلث معروف اللي هو يعني أساسه مدينة حلب بالدرجة الأولى، وقسم منه كان في ريف حماة بامتداد ريف اللاذقية طبعا وإدلب، لأنه ريف اللاذقية وإدلب ممتد متلاصق. هذا المثلث اللي كان يدور فيه يعني 95% أو 90% من الصراع تحديدا، يعني كان يدور في هذا المثلث. السيطرة الآن على حلب أكيد يعني هي حساسة وتحتاج وضع استراتيجيات جديدة وطريقة يعني تفكير. أنا بتقديري جزء مما نعاني اليوم، صحيح أن هناك معركة غير متكافئة، لكن جزء منها طبيعة الفصائلية وترتيبها وخوضها للعمل العسكري بطريقة فصائلية مشتتة ليست موحدة، هذا جزء من المشكلة حقيقة. وبتصور إذا هذا الأمر سيستمر فنحن أمام مشكلة أخرى، لابد من كل المعنيين العقلاء من السوريين تحديدا يضغطوا بكل السبل والقوى، من الضغط الشعبي كثوار مدنيين إلى إعلامي إلى كل الضغوطات لتوحيد هذه الفصائل وتحويلها إلى مؤسسة عسكرية وليس فصائل
يقود أشخاص وزعامات إلى آخره. نعم، هذا هذا ضاغط الضغط جدا، الشعبي الذي تتحدث عنه ولاحظنا دكتور. نتائجه كيف يعني. نعم، الضغط الشعبي الذي تتحدث عنه والذي نجح مؤخرا في الغوطة الشرقية بشكل كبير، والذي كان من نتائج كارثة حلب اليوم، هذا الحراك الذي نشهده في إدلب وفي ريف حلب الشمالي وكذلك في الريف الدمشقي عامة، كل هذا الحراك هل يبشر بثورة ثانية تصحح المسار وتضع النقاط على الحروف لإكمال هذه الثورة؟ نعم أخي الكريم، نحن يعني تعاملة الناس في الثورة، ناس طبقة شعبية بسيطة لا تملك كثيرا من الخبرات، دخلت في صراع معقد وكبير ليس بسيطا، ما عادت القضية شعب مقابل نظام، دخلت في صراع معقد. ظهر هناك قادة صدفة وتحولوا إلى مستبدين جدد، هكذا أصفهم فعلا. يعني هناك حالة استبداد جديدة ظهرت ببعض أشخاص وزعامات فصائلية ميليشيوية إلى آخره. الشعب السوري ناضل، أكثر كلمة تردد في كل أدبيات الثورة المكتوبة والمقروءة وحتى المظاهرات هي كلمة حرية، فهو قام ضد الاستبداد ولا يمكن أن يقبل باستبداد آخر. فبتقديري وأن هناك صحوة لدى الواقع، نحن أمام ظاهرة الآن أتمنى أنه تكبر وتصبح ككرة الثلج، ظاهرة تكون للإصلاح، لإصلاح هذا المسار السياسي والعسكري في الثورة وفي الصراع، لأنه استمراره بهذا الشكل راح يخلق عنا مستبدين جدد وراح يخلق عنا كوارث إذا ما تلافينا. أنا أتمنى أنه فعلا حتى كل الفضائيات والقنوات الشعبية السورية الوطنية الثورية يكون لها تركيز، كل الشارع، كل الكتاب، كل العقلاء المثقفين يكون في ضغط حقيقي من أجل فرز قيادات وطنية جديدة على مستوى من المسؤولية والحس الوطني والشعبي، قيادات تعتبر كل شخص، كل رجل هو أخ لهذه القيادة، تعتبر كل امرأة هي أخت وهي أم لهذه القيادة، ليس قيادة تعيش وتظهر في سلوكها وأفعالها استبداد وقمعية. وقادة صدفة هؤلاء لابد من قادة وطنيين عندهم حس مسؤولية، يعملوا من أجل تحرير الوطن، من أجل فعلا أنه يحققوا الحرية ويعني يدفعوا بالاحتلال والاستبداد والإجرام اللي عانى منه السوريين في 6 سنوات معاناة كبيرة و50 سنة معاناة متلاحقة طويلة، يعني أفسدت ليس فقط يعني البشر والحجر، أفسدت كل شيء. ونأمل إن شاء الله أنه هناك صحوة، واليوم التظاهرات أمام مقرات القادة في ريف إدلب في حارم وغيرها جدا صراحة أكثر من رائعة، لأنه فعلا هذا الشعب حي وقلبه ينبض وهو رافض لكل صور الاستبداد ورافض لكل القيادات الهزيلة الضعيفة، المستبدين الجدد هؤلاء، وحريصين على أنه يعيدوا ثورة نقية كما كانت نقية فعلا، بعيدا عن كل هذه المشاريع التي طرحت الحزبية والعرقية وكل المشاريع اللي تم طرحها. هذه ثورة سوريين من نعم. أجل حرية وكرامة، نعم. ثورة بدأت نقية وإن شاء الله ستعود نقية بهؤلاء الشباب نعم. وهذا دكتور الوعي دكتور زكريا الظاهر والملموس. نعم دكتور زكريا، اليوم ربما يتبارى المحللون والمراقبون في تحديد الوجهة التالية للاحتلالين الروسي والإيراني. البعض يقول ربما تكون حوران، البعض يذهب باتجاه الريف الدمشقي، البعض يعتقد أنها ستكون إدلب، إدلب التي تضم ربما أكبر عدد من أهالي المناطق التي تم تهجير أهلها منها. اليوم كون إدلب محط الهجرة الرئيسي للمناطق المهجرة، ألا يمكن أن ينقلب السحر على الساحر وأن تكون إدلب بهذا التجمع الثوري انطلاقة جديدة، أن تشكل انطلاقة جديدة للثورة وتكون يعني ربما شرارة لثورة ثانية بعد أن حنكتها التجارب، وكذلك ليتم ربما استرجاع الثورة من يد مختطفيها؟ تجمع القوى بإدلب في حال تم تنظيمه وترتيبه ووضع استراتيجية جديدة للصراع والاستفادة من القوى، حقيقة ممكن تكون قاعدة انطلاقة حقيقية للتحرر من جديد وللسيطرة على
إعادة تحرير سوريا من المجرمين ومن المحتلين، لكن هذه تحتاج قادة وطنيين أصحاب مسؤولية وأصحاب حس وطني، تحتاج ناس تجتمع حقيقة. ما بينفع على الإطلاق فصائل وميليشيات وقوى موزعة بهذا الشكل، لابد من تجميع هذه القوى، لابد من دفع قيادة لديها مستوى من الوعي السياسي، مستوى من الخبرة العسكرية الجيدة، لديها شعور المسؤولية، لديها حس وطني حقيقي، وبعيدا عن أي مشاريع أخرى جانبية هنا وهناك، وواضحة ووطنية ممكن تؤدي إلى نتائج كبيرة. ويعني عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ممكن يكون فعلا في نتائج مختلفة وإيجابية، لكن إن أحسننا ترتيبه وتنظيمه وإعادة صفوفه وجمعه إلى آخره، وهذا بيتوجب على كل العقلاء وأصحاب الحكمة والخبرات السوريين الوطنيين اللي فعلا هناك هم يعني يحركه في الليل والنهار. بهذه الحالة ممكن الاستفادة من هذه الظاهرة، نعم. أما تركيز النظام بتصور رح يكون تركيزه في ريف دمشق، أهم منطقة بتصور بالنسبة له، حتى يحمي كونها ضمن الطوق الأمني حول العاصمة، هذا السبب؟ نعم طبعاً، بده يحمي العاصمة والمربع الأمني له. نعم. هناك حديث دكتور عن أن حلب ربما لا تشكل تلك الأهمية الاستراتيجية لنظام الأسد إلا إن استخدمها كورقة تفاوض في مستقبل الأيام إذا ما باشر الاحتلالان الروسي والإيراني بعملية تقسيم لسوريا لا سمح الله، بحيث يفاوض على حلب لربما يعني كسب مناطق أخرى مقابل حلب، هل هذا أيضا ممكن أن يكون صحيحا؟ نعم، أنا بتصور لا، حلب لها أهمية استراتيجية، هو حريص النظام يسيطر عليها، وهي أيضا لها أهمية في التفاوض بالتأكيد. يعني اليوم هو حريص يسيطر على العاصمة وشقيقة العاصمة وإلى آخره، وحريص يسيطر على حمص، هذه لها أهمية كبيرة، لها أهمية استراتيجية ولها أهمية بالتفاوض. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر الدكتور زكريا ملاحفجي رئيس المكتب السياسي لتجمع ألويتي فاستقم، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختام هذه الحلقة من برنامج سوريا في أسبوع، هذه تحية من فريق البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.